معنا الآن مرافقة إحدى المرضى هنا أيضا التي تواجدنا أيضا داخل المستشفى ليلة الاقتحام ليلة أمس. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. احكي لنا إيش صارت في ليلة الرعب بالأمس؟ يعني إحنا سمعنا أصوات الانفجارات بصراحة كانت قوية جدا جدا. جدا صحيح. إحنا كنا قاعدين وصوت الانفجارات قوية كثير وما شفنا إلا الباب قزاز بتكسر وصاروا يزعقوا وطخ طخ صاروا يطخطخوا يطخطخوا صرنا نقول لهم إحنا 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 أمناء إحنا إحنا من الناس إحنا الناس المرضى. لهم صاروا يقولوا في شباب في شباب قلنا لهم في شباب قال كل الشباب يقفوا وصفوا على الشمال وصفوا الشباب على الشمال قاموا صفوا على الشمال بعد هيك صار يقول النساء كلهم يلا يقفن ورا الزلام وقفنا ورا الزلام صاروا يقول لهم اركعوا ركعوا هذا كمان في القبل كان في مصابين تصوبوا ما قدروش حد يسعفهم وبعدين وقفنا وراهم صار يقولوا اركعوا ركعنا حطينا ايدينا على روسنا زي هيك وقالوا يلا قدموا لما طخوا طخوا كانت في حجه هنا مريضه مصابه فطخوا واجا فيها الطلق في صفحتها وفي رجلها واستشهدت الله يرحمها بعد هيك ليش ما لزحتوا يعني في اجله حوالي 1000 او 2000 احنا ما لحقناش البصات استنينا لما يبعثوا لنا بصات وما فيش ما فيش تنسيق فعشان هيك ضلينا. مجازر عديده ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المستشفيات هنا في قطاع غزه من مستشفى الشفاء والمعمداري ثم الرنتيسي والنصر وليلة أمس هنا في مستشفى الأندونيسي حيث قتل ودمر وحرق واعتقل أيضا. عبد الله عبيد قناة الغد من مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.